طبعا كما قالت مريم فهي اهدته للشعب المغربي، هو تتويج لمريم، تتويج لامها ولابيها، تتويج لعائلتها الصغيره والكبيره، هو تتويج لاسره التعليم، هو تتويج للمغرب، وهو تتويج للرائد الاول للقراءه جلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا اكرر الشكر، اشكر هذه الصغيره، اشكر هذه التلميذه الاستاذه التي علمتنا اللغه العربيه، فبدانا نتعلم على يدها كما قالت مريم. ماذا قالت مريم؟ القراءة مستشفى العقول. إذن هذه العبارة فيها الكثير من المعاني، كما قالت مريم تطرد الجهل. أصبحنا نقول كما قالت مريم، أصبحنا نضع مريم ضمن الأشخاص الذين قالوا لنا عبارات وحكم نستفيد منها. مريم إن شاء الله من خلال اسمها، وفعلا تيمنا باسمها وهذا الاسم من انطلاقا من سورة مريم، فأمها كانت تسمع هذه الصورة ومريم لا زالت في الأحشاء، طفلة صغيرة في سنها لكنها كبيرة ما شاء الله في استيعابها، في عقلها، في وعيها، في ذاكرتها. فنتمنى يعني من الله عز وجل أن تكون قدوة لبقية يعني الأطفال المغرب وأطفال العالم العربي بأسره في التحفيز على القراءة، في التحفيز على المطالعة، لأنها طبعا وكما قالت القراءة هي مستشفى للعقول، وطبعا فهي تنور العقول ويعني تخرج أناس متعلمين، وطبعا الذي لا يعلمون هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا. بمثابرة رغم سنها الصغير فإنها ثابرت ولم تنم ليلا ونهار، وهذا الإنجاز إنه لمفخرة للمغاربة.